آخر في الرياض في الملعب الرديف للملز كان الاتفاق قد أنهى التدريبات الأخيرة التي شهدت لجوء برانكو إلى تعويد اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح. قبل ذلك بدر الرافع كان قد تابع آخر التدريبات في المنطقة الشرقية وخرج لنا بهذه الصور وهذا التقرير وهذه اللقاءات. المباراة هي حصاد، تعتبر أول حصاد الموسم من ناحية البطولات. مباراة صعبة جدا، نتمنى التوفيق لفريقنا فيها إن شاء الله. مباراة صعبة صراحة، يعني الهلال يعني متعود على النهائيات، نحن يمكن غبنا 3 أو 4 سنوات على اللي هو نهائي كأس العالم أمام الهلال، ما في شيء مستحيل، خلينا نكون متفائل والجمهور إن شاء الله راح يحضر من بيمشي من الدمام للرياض. ما شاء الله نربح ايام فرحه بالكاس ان شاء الله. طبعا السنوات تختلف والمباريات تختلف والبطولات تختلف، ف يعني 2007 يختلف كثير عن السنه 2012، فان شاء الله اختلاف عناصر ومدربين وجهاز اداري وجهاز طبي وكل شيء في الفريق، فان شاء الله الحمد لله استقرار موجود في الفريق وما ان شاء الله دعم الجمهور لنا ان شاء الله في النهائي هذا ان شاء الله. بالعكس انا اشوف الهلال برضه مستقر، يعني بغض النظر مدرب جديد ولا، يعني زي ما انت شايف الهلال بدون الدوليين احرج الاهلي، احرج الاتحاد، فاز على النصر، يعني بدون الاجانب بدون مدرب، يعني بالعكس الهلال متكامل والاتفاق متكامل ايضا. مباراة جدا صعبة، لكن احنا ان شاء الله مستعدين، خاصة بعد فوزنا على نادي النصر، يعني نفسيا الحمد لله ومعنويا ندخل للنهاية بنفسية ممتازة. انا اللاعب الوحيد وهذا ثالث نهائي، ان شاء الله ثالثة زي ما يقولون، النهائي الاول اللي امام الاتحاد خسرنا فيه 3-0، النهائي الثاني 2007 وهذا النهائي الثالث. ثابتة إن شاء الله. بحاول إني أدخل المباراة تكون عادية، يعني ما أفكر في الكأس، مباراة أي مباراة في الدوري يعني. وبالنهاية إن شاء الله نظفر في الكأس. أما بالنسبة لي أنا ثابتة، يعني لازم إني أحقق اللي هو الكأس غالي علينا.